مساكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله. هل الله يحبني؟ سؤال مو مهم، ممكن يكون أهم سؤال في الحياة، لأن إذا الله يحبك سبحانه وتعالى تقريبا أنت انتهت مشاكلك في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا حلو واحد حتى يقول يعني على بحس النية، إذا صار له شيء حلو يقول أنا الله يحبني. ليش؟ فيقول لك موقف صار له أن الله سبحانه وتعالى يعني رحمه فيه. هل فعلا أن واحد فينا يعرف الله يحبني ولا ما يحبني ولا شنو الموضوع؟ إنزين، في عندنا ثلاث نقاط في هذا الموضوع. الموضوع الأول أو النقطة الأولى المحور الأول، شلون الله يحبني؟ إيش مطلوب مني أسوي عشان الله يحبني؟ المحور الثاني، شلون أعرف إن ربي سبحانه وتعالى يحبني؟ المحور الثالث، إيش راح يصير إذا الله يحبني؟ زين، المحور الأول هو شلون أخلي رب العالمين يحبني؟ باختصار لأنه مو موضوع اليوم، أي شيء تشوف في القرآن أو في السنة إن الله يحب كذا والله يحب كذا اشتغل فيه. يعني هذا الكتاب أدري بتشوفونه بالمقلوب، عنوانه ماذا يحب الله وماذا يبغض، حق الشيخ عدنان الطرشة. هذا تقريبا في 40 عمل الله يحبهم، فاللي يسوي هالأعمال الله راح يحبه، وفي أعمال الله يبغض أصحابه ويبغض هذه الأعمال. فممكن لما تتصفح الكتاب وتقرأ اللي فيه وتركز على بعض الأعمال وتخليها مشروعك، خاصة إنها ب 2021 إن شاء الله حق اللي قاعد يخططون يرتبون، ممكن تخلي لك بعض الأعمال إن بتسويها خلال هذه السنة الجديدة عشان رب العالمين يحبك. فهذا مو موضوع إني أنا أتكلم وأسرد الأعمال بأدلتها، هذا يعني مجال ثاني. المحور الثاني اللي هو شلون أعرف إن الله يحبني، وهذا موضوع اليوم. يبقى الثالث، شو راح يصير إذا الله حبني؟ هذا خلي حق لايف غير إن شاء الله. زين، شلون أعرف إن الله يحبني ولا لا؟ شنو قدري عند الله؟ شنو مكانتي عند رب العالمين؟ شنو منزلتي عند ربي سبحانه وتعالى؟ شلون أقدر أعرف؟ زين، سمعوا القصة الحلوة. هذه القصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صفة الصفوة، وأحد يعني المحققين الكتاب ما تكلم حتى عن الرواية صحة وضعف، احنا ما نذكرها كدليل نص حديث نبوي، لا، قصة يستأنس فيها، يمكن تحتاج مراجعة لصحتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية في وقت قحط وجدب فقر، ما يملكون شيء، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي كل واحد في هذه السرية الزاد الخاص فيه، أكله وشربه اللي له. واحد من هالسرية اسمه حدير، احفظ الاسم، حدير الحضرمي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز السرية والجيش البسيط هذا وعطى كل واحد الزاد اللي خاص اللي فيه، نسى صلى الله عليه وسلم حدير هذا، ما انتبه له، بشر عليه الصلاة والسلام نسى. وحدير استحى أن يتكلم ويقول يا رسول الله أنا ما حصلت شيء وكذي، فسكت وطلع مع السرية هذه، وفي آخرها كان يمشي معهم وكان يذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول نعم الزاد هو يا رب، يعني يا ربي تقويني بهذا الذكر، أنا ما عندي شيء أكله، ما رسول نساني، فقاعد يتعوض بالذكر اللي يتقوى. بعد ما مشت السرية وطلعت شوط كبير، جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أن في واحد اسمه حدير ما عطيته أكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهز الزاد الخاص في هذا الرجل حدير وعطى واحد من الصحابة، قال له روح تلقى السرية الفلانية اسأل عن واحد اسمه حدير، عطى هذا الزاد الخاص فيه وبلغ كلام عني. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل كلام عن طريق الصحابي إلى حدير، راح هذا الصحابي أخذ الزاد معه وصل حق السرية، وين حدير؟ قال هذا حدير. قال أنت حدير؟ قال نعم. قال هذا لك الزاد. اسمع الكلام الحين، ها، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، صلى الله عليه وسلم، ويقول لك إني إنما نسيتك، وإن الله سبحانه قد أرسل إلي جبريل من السماء يذكرني بك. شفتوا المنزلة؟ شفتوا الإنسان هذا شنو يسوى؟ حدير يمكن لا أنا ولا أنت ونعرفه قبل أقرأ الروب، ما نعرفه، أنا ما أعرف عدل وأنتم ما تعرفوا، أول مرة يمكن يطرأ علينا الاسم، ما حد يعرفه من يعني، لكن رب العالمين يعرفه. الله اللي أرسل أحسن ملك جبريل إلى أفضل البشر، أنتم تخيلين الكون هذا كله يتحرك عشان خاطر إنسان ما عنده أكل وشرب؟ لما يكون الإنسان عند الله غالي كذي يصير. فحدير لما أخذ الزاد قال اللهم لك الحمد، اللهم كما لم تنس حديرا
فاجعل حديرا لا ينساك. حدير هذا رضي الله عنه له المنزلة هذه. زين احنا شلون نعرف ان الواحد فعلا يصل الى مرتبة وان رب العالمين يحبه؟ في علامات طبعا. الجواب ما حد يقدر يقول ان انا الله يحبني، ما حد يعرف، هذا شيء غيبي. اللي يقول ان الله يحبني كنا يقول انا في الجنة، لا يمكن، لا يمكن انك انت تثق هذه الثقة وتقول انا الله يحب، اشترك ما تدري. زين لكن في علامات وبشارات اذا صارت للانسان في حياته او شافها ممكن نقول ان شاء الله هذه بشارة خير لك، ان لك قيمة ومنزلة عند رب العالمين. راح نذكر اربعة من هذه العلامات وهذه البشارات. الاولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يعلم ما له عند الله، تبي تعرف شنو لك عند الله من قدر ومن منزلة ومكانة، فلينظر ما لله عنده. يعني الله سبحانه وتعالى شنو بالنسبة لك، أنت نفس الشيء بالنسبة له سبحانه وتعالى. إذا كنت تعظم رب العالمين وتحترمه وتجله وتقدره فأنت لك مكانة عند الله. لكن إذا كان رب العالمين بالنسبة لك عادي، طبعا ما تقولها بلسانك إن الله عاد، لكن أعمالك تبين كذي، تحسب حساب الناس كلهم وتنخش عن الناس كلهم لما إلا الله سبحانه وتعالى عادي. كل الناس ما تبي يشوفونك، رب العالمين يشوفك عادي. انتبه. ومن يهين الله فما له من مكرم. إذا كان الله سبحانه وتعالى هين عليك لهالدرجة، هين على الإنسان، فهذا الإنسان عند الله ما يسوى شيء. عشان كذي يشوف الكافر لا يساوي عند الله جناح بعوضة، مع أنه يمكن يكون في الدنيا من هو أغنى إنسان في على الكرة الأرضية، أكثر إنسان مشهور، أكثر ناس، أكثر إنسان فولورز، متابعين. أوكي هذا عند الناس هو كذي، لكن عند رب العالمين ما يسوى جناح بعوضة. يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وعبد الله بن مسعود سيقانه الدقاق هذه الضعيفة أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. القضية مو بالشخص نفسه، القضية بالعمل، الإيمان، القلب شنو فيه يكون وزن الإنسان عند الله. فإذا كان الله جل جلاله لا القدر عندك، فأنت القدر عند رب العالمين. فانتبه لهذا المقياس، انتبه للمقياس، طردي أنت ورب العالمين. اثنين قال صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة الثانية عشان تعرف أن الله سبحانه وتعالى يبي لك الخير ويحبك والقدر عنده. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف أخوي واختي، مهما كان أنت تخصصك في الحياة وشغلك ودوامك وعملك أيا كان، بالعافية عليك وحلالك والله يوفقك يرزقك، لازم يكون لك نصيب من العلم الشرعي. لازم في حياتك في يومك من ضمن برنامجك ومن ضمن أهدافك أنك أنت تتعلم العلم الشرعي. إحنا ما نقول تعلم الأشياء التخصصية، لكن على الأقل الأساسيات، الأمور اللي تفيدك في إيمانك وقلبك، عباداتك تصحيحها يعني ترقي قلبك وتطوير ذاتك مع رب العالمين. لازم كل ما كان لك نصيب أكثر في العلم الشرعي أنت معناته الله بيفيك الخير. الحديث يقول كذي: اللي الله بيفيك الخير راح يفقه في الدين، راح يفهم ويعرف. أنت لو تعرف في الدنيا كلها وما تعرف شيء في الآخرة اسمك ما تعرف شيء. أعيد، لو إنسان يعرف أمور الدنيا لكنه ما يفهم شيء في الآخرة في الدين، هذا اسمه ما يفهم ولا يعرف شيء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم بداياتها: وعد الله لا يخلف الله وعده. اسمع الحين: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآية تقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعلى طول بعدين يعلمون. يعني هم يعلمون ولا لا يعلمون؟ هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعرفون الدنيا لكن لا يعلمون الآخرة، فسموهم لا يعلمون، مع أنهم يعلمون أشياء وايد في الدنيا، يفهمون يعرفون في أمور الدنيا، لكن كونهم ما يعرفون شيء في الآخرة في الدين صار ما يعرفون شيء. فلك أنت، لك أنت لازم يكون لك ورد علم شرعي مستمر، سواء حفظ قرآن، فهم تفسيره، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته، آدابه وأخلاقه. ممكن أنت تحضر بعض الدورات عند أهل العلم والمشايخ. اليوتيوب الآن علم العلماء والمشايخ موجود كله في اليوتيوب، في تسجيلات صوتيات، كل تقدر تدرس كل اللي تبي. لو تقول والله أنا ما عندي وقت أروح شيخ، ما فيها من شيخ، أوكي أنت تقدر تتعلم سهولة. تقدر وانت رايح الطريق الدوام رايح تسمع تفسير مثلا الشيخ بن عثيمين ولا الشيخ شعراوي ولا أيا كان. المهم هذا لك أنت. تبي من علامات أنك أنت إن شاء الله ماشي بسكة أن رب العالمين يحبك، لازم يكون لك شيء في العلم الشرعي عشانك أنت، غير أنك أنت عشان تتعلم، أن هذا معناته أن الله بيفيك الخير. ثلاثة قال صلى الله عليه وسلم، العلامة الثالثة: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عمل صالح ثم يقبضه عليه. شوف أنت
رب العالمين بشنو شاغلك؟ يقول العلماء في القاعدة الحلوة: إذا أردت أن تعرف مقامك عند سبحانه فانظر أين أقامك. شوف الله وين حاطك، بشنو شاغلك، من تقعد من النوم ليتنام، إيش كثر في شيء لله، دوامك، عيالك، أوكي، بزنس، أمورك الشخصية، زين، شيء لله، شيء للآخرة، إيش كثر. كل ما كان الوقت اللي يكون فيه لعمل الآخرة أكثر، هذا صالحك. منو أكثر ناس الله يحبهم ولهم قدر منزل عند الله؟ منهم هم الأنبياء والرسل. لما الله حبهم شغلهم بأكثر شيء هو يحبه، اللي هي الدعوة إلى الله، دلالة الناس على الخير. هذه لازم تخلي لك نصيب منها، ترى عشان أنت تدل الناس على الخير وتعلمهم. ولازم تكون شيخ وعالم وخطيب ولا لا، مؤلف كتب. الحين خاصة مع السوشيال ميديا تقدر تنشر خير بكل طرق. كلنا عندنا جروبات واتساب، انشر فيها خير، دز فيها كتب إلكترونية، مصحف، مقطع حلو، خير خير، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جديد قريته، انشر الخير. الدعوة إلى الله من أحب الأعمال إلى الله، هذا نفع الناس. فإذا شفت نفسك أنت مشغول بهالموضوع أنك تعلم الناس الخير، وعشان لا أروح بعيد، ترى عيالك، أنت لو مشغول أنك تعلم عيالك وتربيهم أنت في خير إن شاء الله. كل ما كثرت هالخير في حياتك، أنك أنت تدلي الناس على الخير وتعلمهم وترشدهم إلى رب العالمين وتعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر آدابه وذله وهدي عليه الصلاة والسلام، فأنت إن شاء الله لك المقام، لأن الله فاتح لك باب خير، ويمكن يكون هو اللي يقبضك عليه، يكون ختامك هذا. يعني احيانا الواحد يتصور هالموضوع انه لازم يكون مشروع خيري، اوكي كل شيء حلو، هذا ما عندنا مشكله فيه، لكن مو انا انطر، انا اسعى لابواب الخير، احاول اطرق ابواب الخير كلها، انصح، اوجه، انشر سنه، اتعلم، اعلم، هو كذي. هذا معناته انك انت اذا كنت مشغول في الدعوه وفي الخير، في تعليم الناس وارشادهم وتربيتهم وهديهم اللي تقدر عليها، معناته انت مشغول في شيء خير الله يحبه. لان الواحد ترى اذا كانت اهتماماته ويومه كله في باتش يتريق، وقهوته شنو هي، شنو اللبس اللي راح يلبسه عشان لما يطلع ولا يروح الدوام ولا ما ادري شنو، وين المكان اللي بيطلع فيه اليوم، التليفون، الجهاز اللي اخر شيء بياخذه، سيارته، يعني شوفوا اهتمامات، ما اقول حرام بالعافيه عليك، بس لا يصير هذا هدفي بس، لا، يعني الدنيا كلها ما تسوي شيء، ايش بتاخذ منها روح، ما تسوي شيء، لكن لما يكون همك مشغول بشيء اكبر انت اللي قادر عند رب العالمين. أربعة، آخر علامة من علامات الخير والمكانة العالية والمحبة الله لهذا العبد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ابتلاهم، مو تدور الابتلاء عشان الله يحبك، لا، سأل الله العافية. لكن لو ابتليت، إذا الله ابتلاك اختبرك بشيء، فأصبر وحسن الظن بالله، وخاصة الخير يبين بالإنسان أن الله بيفي الخير. شو تلقى الابتلاء فيه لطف، الابتلاء مو مهلك، الابتلاء معاه صبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل الصبر على قدر المصيبة، يبتليك ويصبرك ويثبت قلبك. هذه ترى خير، كل ما ابتلاك معناته يحبك أكثر. ولذلك أكثر واحد الله يحبه رسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، لأن يحبهم كان ضريبة المحبة هذه، أو إن صح التعبير يعني الابتلاء. الابتلاء علامة محبة، بشرط أن يكون رد فعلك صح، انك تحمد الله وتشكره وتصبر وتحسن الظن وتحتسب الاجر. فهذه علامات حب الله للعبد. اول شيء تشوف منزله الله عندك، اذا كانت منزله رب العالمين كبيره في قلبك انت ان شاء الله لك قدر كبير عند الله. اثنين، يفقهه في الدين، لازم يكون لك علم شرعي تتعلمه. ثلاثه، عمل صالح، خاصه دعوه الناس الخير، لان هذا الله شغل فيه الانبياء والرسل، هم اكثر ناس الله يحبهم. اربعه، الابتلاء مع الصبر عليه. اخر شيء اختم، المعصية. لو واحد عصى الله سبحانه وتعالى، هل راح يقل قدر عند رب العالمين؟ خلاص يعني يسقط من عين الله، ما يكون في شيء؟ الجواب طبعا المعصية تنزل من قدر الإنسان ولا شك. يكفي أن آدم لما عصى الله أهبط من الجنة إلى الأرض، المعصية نزول. لكن في فرق بين واحد المعصية عنده هدف، مع سبق الإصرار والترصد، فيها إصرار واستمرار ويخطط لها دائما، وهو حياته ماشيه كذي، وفي واحد ثاني لا، يحرص على طاعه الله لكن زل، غلط، عصى، اللي ما يخلو منه انسان. شيء ثاني اللي قاعد نتكلم عنهم يا اخواني اخواتي، احنا اللي الله يحبهم لهم قدر عند رب العالمين، ترى كلهم ابناء ادم، هم خطائين، احنا ما قاعد نتكلم عن ناس معصومين. يعني هذا اللي الله مفقه في الدين وعالم ويتكلم وشيخ ويعلم الناس
واو لا توقع انه هو عنده اخطاء وعنده ذنوبه وعنده بلاويه عنده كل شيء، لكن الله ساتر علينا. فرب العالمين ما قاعد يعني يطلب ناس معصومين، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قد يسقط الانسان خطاء، لكن ميزتهم هؤلاء ان بسرعه يتوبون، خير الخطأين التوابون. فإذا كانت طبيعة الإنسان أنه يجتنب المعصية قدر الاستطاعة وهو مشغول بهذه الأمور أو هذه العلامات في حياته وسريع التوبة والأوبة إلى الله إن أخطأ، فهذا إن شاء الله بشارة خير. أما أنك أنت تظن أنك ما راح تعصي، لا لا انسى الموضوع. إن الذين اتقوا اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني متقي ممكن الشيطان يأخذه، إيه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ميزتهم تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع بسرعة. أعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة، من هم اللي فعلوا فاحشة؟ المتقين. متقي فاحشة إيه، لكن شوف شنو ميزة، فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. فلا تتوقع أنك أنت بتكون معصوم حتى تصل إلى أن الله يحبك. الله يحبك على أخطائك، الله يحبك مع معصيتك اللي انت قاعد تحاول تتوب منها وتحاول تتركها، والله قاعد يشوف، قاعد يشوف جهادك ومحاولتك وتتوب وتبتعد وترجع مره ثانيه تضعف وتتوب، الله قاعد يشوف هذا الجهاد وما يضيع عند هذا لأجر ولا حسب عند رب العالمين. خليك من اللي اذا طاح قام انشط، يقوم انشط من قبل. هذه المعصيه تخليه يستغفر اكثر فيتقدم خطوات الى الامام. هذا اللي حبيت ابينه اليوم في موضوع هل الله يحبني ولا ما يحبني. أرجو أن يكون يعني الموضوع واضح في علامات محبة العبد الله للعبد وشنو هو هي مكانته وقدره عند رب العالمين. نسأل الله أن نكون من أحبابه سبحانه وتعالى، وإن شاء الله في وقت ثاني لايف ثاني نتكلم عن شنو راح يصير إذا رب العالمين أحبك. عسى ربي يحبنا والحمد لله رب العالمين. أحفظ لكم لايف دقيقة وارجع لكم حق سؤال وجواب. سلام عليكم.